يعني. كاين واحدين من الشعب تاعنا يقول لك بلي الامازيغيه علاه تقروها، علاه نتعلموها كاع اصلا، ولا نعاود نحيوها، ولا راهي لغه ميته. احنا عندنا اللغه العربيه صاي تكفينا. احنا كي استقلينا في 62 كانت عندنا الفرنسي هي اللي حاكم الادارات وكلش، والعربيه كانت مهمشه، كان غير شويه اللي يعرفوها العربيه. كاين بزاف اللي قال على يسقسي والديه ولا الشعب ما كانش يعرف عربيه، كان يحكي الدارجه برك. التعريب بدا في وقت بومدين. صح احنا غادي نقولوا باللي خرجنا الفرنسيه خاطرش الفرنسيه لغه اجنبيه على الجزائر، كما اللغه العربيه هي تاني لغه اجنبيه، بصح حنا فضلنا اللغه العربيه على اللغه الامازيغيه، وقلنا الامازيغيه هذه لغه ميته. رانا نقولوا احتضروك، غادي نشوفوا انا كي بغيت ندير نوريكم كلاس متاع الجامعات في العالم، ونشوفوا وين الجامعه العربيه تتكلاسا في هذا الكلاس مو هذا. نبدو هاي بالجامعه الاولى ماساتشوست، ام اي تي تاع ليزتازوني، ستانفورد، ربع الاولى تاع امريكان، الخامسه كامبريدج، ثاني ربع اللي جو موراهم تاع لا غروند بريتاني، من بعد امريكان، لا سويس، سنغافور، لا سويس، امريكان، سنغافور، امريكان، بعد تبدا الاسترالي، امريكان، غير اوكسيدون، لا شين 25، هونغ كونغ، ثاني لا شين، جابون، نزيدو نكملو هونغ كونغ، كندا، امريكان، جابون، لا شين، نزيدو نكملو. فوالا شوفو قاع هادو لوكسيدون، لي زونيفرسيتي ازياتيك، لوكسيدون، لازي، لوكسيدون، لازي، لا روسي، توجور لوكسيدون. رانا وصلنا في 800، في 800 مازال ما بانش. نزيدو نزيد، صح هنا نشيت لا ماليزي لي يقرب لونجلي، نزيدو نكملو نشوفو وين كاش ما نلقو وحدة. ولا رانا في 150 مازال ما بان والو. واو 171 173 حتى 173 باش جات تاع السعودية. كينغ فهد يونيفرسيتي اوف بتروليوم اند مينرالز لي ومام هذه تلقى فيها لي بروف ميترونجي. 173 واو كاتاستروف. انا واش درت كي شفتها دروك 173 دخلت في اليونيفرسيتي تاعهم. غادي نوريكم شوفوا اليونيفرسيتي تاعهم. هذه تاع تاع لا انسيت ويب ديرينه بور لي ريغيرش، هذه تاع تاع السعوديه هاك تشوف اس ا، شوف ديرينها بلونغلي، ديرينها كلش بلونغلي. هذه كي تدخل في لاباج الاولى دايرينها بلونغلي، ودايرين العربيه كوم اوبسيون، هنايا تكليكي باش تولي بالعربيه. واخد اخرى تاني هاي تاعهم، حتى هما هادو العرب حتى هما ما يقروش بالعربية. هادي تبين لكم بلي اللغة العربية ماهيش لغة علم. إذا كانت بحجة نرفضو الأمازيغية اللي هي لغة الجزائر لأنها لغة ميتة، هل العربية لغة حية؟ إذا كان رانا باغين نقبضوا في لغة ميتة في بلادنا، على الأقل نقبضوا في اللغة الميتة تاعنا اللي هي أصل تاعنا، تاعنا الشعب الجزائري الأمازيغي، في عوض من حكمه في لغة ميتة أجنبية. فكروا في هذه فكروا فيها شوية. هل تقبل تقبض لغة ميتة اللي هي أجنبية عليك على لغة تاع بلادك بحجة أنها لغة ميتة، وانت تجيب لغة أجنبية ميتة؟ لو كان غير جبت لغة أجنبية حية، لغة ميتة العربية ما فيهاش قاع،
ما فيها لا علوم لا والو. فوالا هذا غيجيست ان بتي بارطاج معكم، جيسبر تخمو فيها شوية، وميرسي.